سنين احنا كشفنا طبعا. دلوقتي انت محتاجه حقيقي نظاره، عندنا ضعف ابصار مش كبير قوي بس عندنا ضعف ابصار، عندنا استجماتيزم، محتاجين نعمل نظاره عشان تشوفي كويس وده يشتغلي كويس وده تشوفي حياتك بصوره واضحه طبعا. بس دكتور انا مش حابه البس نظاره، يعني حاسه ان هي تبقى مرهقه بالنسبه لي جدا، في حل تاني او اي بدائل؟ كلام طبعا بسمعه كتير وده كلام مظبوط، في ناس كتير ترفض النظاره سواء لطبيعه شغلها او لو هي مش عايزه تلبس نظاره على وشها، ودي ناس كتير قوي، فبيبقى عندنا بديل ليها اللي هو تصحيح الابصار بالليزر. عندنا نوعين، عندنا ليزك وعندنا فيمتو ليزك، الفيمتو الاحدث والامن والادق عن الليزك العادي. بدون جراحه؟ الفيمتو ليزك الجديد ما فيهوش اي تدخل جراحي خالص، كل حاجه من اولها لاخرها بالليزر، القطعه، الغشاء، كله بالليزر، غير الليزك العادي كان فيه زي نايف صغيره والمايكرون هي اللي بتعمل القطعه، لكن الجديد كله بالليزر ادق، اقدر احسب كل حسبه بالمايكرون بالليزر، اقدر ادخل كل الداتا على الجهاز واضحه جدا، الغشاء يبقى سليم تماما، اقدر احدد سمك الغشاء في القرنيات اللي ضعيفه، فدي تبقى ميزه في الفيمتو ليزك عن دلوقتي. الفيمتو ليزك هو اللي بنسميها كده، هو احدث عمليه وهي اللي بنسميها العالم كله خلاص كله فيمتو ليزك تقريبا. ما بيعملش الليزك العادي غير المراكز الصغيره جدا في العالم، هو الفيمتو هو الاساس دلوقتي. المريض تقريبا مفيش الم خالص. طيب ايه الترتيبات اللي انا هقدر اعملها قبل او بعد العمليه؟ احنا عملنا جزء كبير من الترتيبات، كشفنا عن العين، كشفنا على العين من بره، كشفنا على اقاع العين، العصب البصري والمركز الابصار كويسين جدا، الشبكه عندي كويسه جدا. الخطوه الاخيره بناخد معاد السكرتيريه، بنوصل المستشفى قبلها بساعه، بنعمل حاجه اسمها تصوير قرنيه العين، نطمن بيها على القرنيه مفيش اي حاجه تمنع العمليه. العمليه كلها 10 دقائق بقطر بينك، ما بنغطيش العين بعد العمليه خالص. بتجيبي معاكي نظاره شمسيه، دي مهمه قوي لان احنا ما بنغطيش العين، تدخلي بنظاره شمسيه بس. بيبقى عندنا اول يوم شويه حرقان، دموع، حمار في العين، ده طبيعي ومتوقع ومحاجه ما تقلقش خالص. يا دوبك نقضي يوم، اليوم ده كل ما اقول دايما اقول لعين نام اليوم ده، يا دوبك تصحى كل ساعتين نحط لك القطرات. بنستلم ثلاث قطرات من المستشفى، الثلاث قطرات بنحطها ثلاث مرات في اليوم، بنحطها خمس مرات في اليوم. وعندنا شويه ممنوعات بقى. ممنوع ما ينفعش ندعك عينينا يوم اول 48 ساعه، ما ينفعش ندخل ميه جوه العين عشان ما يحصلش اي مكروه. والحاجه الثالثه بقول لهم للناس اللي عندهم اطفال، خلي بالكم ان الطفل ما يعملش ايده كده يروح خبط والدته او دي اهم حاجه. ترجعي شغل بعد 48 ساعه عادي جدا، بس نفضل نحط قطراتنا بطريقه معينه. اول اسبوع بنلبس نظاره شمسيه في الشمس، لكن جوه الشغل الطبيعي اللي جوه البيت العادي او جوه الشغل العادي مفيش اي مشكله خالص. بنرجع للكمبيوتر واحده واحده، بنزود عدد ساعات واحده واحده على الكمبيوتر، الناس بتشتغل على الكمبيوتر. وبعد اسبوع تقريبا بيبقى تقريبا ما عملتيش اي حاجه وشكله كويس جدا ولا يوجد اي مشاكل او اعراض لاي حاجه خالص، الدنيا بتبقى كويسه جدا خالص. ده بيرجع تاني يا دكتور او احتاج ان انا اعمل عمليه الفيمتو ليزك دي تاني؟ ما عندناش حاجه اساسيه حاجه اسمها الليزك الضعف الابصار يرجع تاني. امتى نقول ان ممكن يحصل ارتجاع؟ لو دخلت لو شويه معلومات دخلت غلط على الاجهزه. دخل الارقام بتاعت الضعف الابصار دخل غلط، او الجهاز مش حديث، جهاز مش كالبريتد كويس، يعني مش منظم، او جهاز قديم قوي فبقى الدقه بقت اقل، او العيان ما كانش متحط كويس على السرير، الراس مظبوطه في اتجاه معين، مش معوجه، كل الكلام ده اللي ممكن يخلي تصحيح الابصار مش كامل زي ما هو المفروض انه يصلح. كنت بعاني من ضعف النظر، كان عندي شوية مشاكل في الرؤية، عملت عملية الفيمتو ليزك، اخترتها لأن هي الأحدث والأأمن، فعلا زي ما دكتور أشرف قال لي كانت بدون ألم خالص تقريبا، أول يوم بس، ثاني يوم كان فيه شوية دموع وحرقان بسيط، بعد كده ملتزمة بالقطرات اللي الدكتور قال لي عليها، مبسوطة جدا دلوقتي لأن الرؤية أوضح وأحسن بكتير.